بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في روضة قرآنية جديدة نعيش في رحابها في تعلم القرآن العظيم ومدارسته مع صحبة فضيلة الشيخ خالد شعبان معلم القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهل أخي الكريم، ربنا يبارك فيك. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، ما زلنا معكم في رحلتنا المباركة مع سورة الشورى، وقد توقفنا في حلقاتنا الماضية مع الآية 25 من السورة المباركة. اليوم مع الآية من الآية 26 إلى الآية 28. سريعا نستمع خاشعين منصتين فاتحين للمصاحف لتلاوة الآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، هيا قبل أن يبدأ فضيلة الشيخ في شرح الآيات المباركات وكيفية التلاوة الصحيحة لها بأحكام التجويد، هيا نثير الأذهان ونلقي السؤال التالي لكي نبدأ في الإجابة من خلال ما تعلمناه من فضيلة الشيخ، ولتأكيد ما في أذهاننا، يعني إن كان صوابا فخير، وإن كان خطأ نصححه مع فضيلة الشيخ خالد. السؤال يقول من خلال الآيات التي استمعنا إليها، قوله تعالى ويزيدهم من فضله، كلمة فضله آخر الكلمة هاء أم ياء؟ طبعا احنا شايفين يمين الصفحة أعزائي المشاهدين الإجابات، ولكن يعني هنروح لفضيلة الشيخ خالد سريعا نتعرف ونكمل درس الأمس في التعرف على أواخر الكلمات في القرآن الكريم. فضيلة الشيخ خالد نجدد لك التحية، تفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإجابة المختصرة: الوقف بهاء من فضله، الوقف بهاء. أما إذا وصل القارئ ويزيدهم من فضله و، هنا تأتي الياء وصلا لا وقفا. هذه هي الإجابة المختصرة. أما التفصيل فهيا إليه اليوم بعد أن طوفنا بالأمس مع معرفة عامة وليست مخصوصة ببعض أنواع أواخر الكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. أول شيء أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني أن تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. هل لاحظت شيئا في استعاذتي أو بسملتي في الحرف الأخير
الذي سمعته الآن لاحظت أن الميم في كلمة الرجيم ساكنة وكلمة الرحيم ساكنة، إذن سنسير اليوم مع أول قاعدة من هذا الباب عمليا، الحرف الأخير الذي ينطق عندما نقف نسكنه، فذاك هو الأصل في هذا الباب. هيا مع الآية الأولى لنرى ذلك عمليا في الجملة الأولى، وبالأخص لآبائي وأمهاتي وأبنائي وأخواتي الذين يقرؤون القرآن والنفس قد ضاق لطول الجملة مثلا تارة، أو لأن الكلمة التي ستأتي لا يدري ضبطها أو نسيها إن كان يقرأ من حفظه مثلا، أو جديدة لا يدري فيقف، فكيف يقف؟ هيا نتدرب عمليا في الجملة الأولى، وهي: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذه الجملة طويلة بعض الشيء، هيا نأخذها كلمة كلمة لنتدرب على الوقف على الأصل، والأصل هو السكون، وفي الأصل الوقف السكون لهم لجميع القراء. مع الكلمة الأولى، الكلمة الأولى ويستجيب آخرها باء مضمومة، لكن للتعليم القاعدة ماذا سنصنع؟ نسكن ويستجيب إذا وقفنا، وهذا ليس وقف اختياري، لا، إنما هو تعليمي للأصل. إذن إن كان آخر حرف يا أبي يا أمي أيها القارئ الكريم، إن كنت تقرأ ووقفت على كلمة آخرها حرف مرفوع أو مضموم فوقفت، سكن الحرف، لا تأتي بالضم الآن. كيف؟ ويستجيب، لا، ويستجيب، هذه القاعدة الأولى. هيا الكلمة الثانية، الذين، لا، صل الأولى بالثانية، حينما أصل الأولى بالثانية ترجع الضم معي، ولكن متى سترجع؟ سترجع عند الوصل. ويستجيب الذين، القاعدة أن نقف بإسكان النون، إذن إذا جاء الحرف الأخير مفتوحا أو مضموما فإنني أسكن الحرف الأخير من الكلمة مع بيانه وبيان ما قبل الحرف الأخير من حرف المد بلا بتر أو انتقاص من زمنه أو مقداره. ويستجيب، ويستجيب الذين، هكذا. جميل، هيا نكمل. إذن لاحظت أن الباء حرف صحيح، النون حرف صحيح، وحينما وقفنا ظهرت الباء جيدة والنون واضحة، والحركة التي عليهما عند الوقف الإسكان. هيا نصل، ويستجيب الذين آمنوا، الحرف الأخير معنا هنا حرف مد وهو الواو،
وحروف المد كلها سواكن لا حركة فيها، فانتبه. إذن إن كان آخر الكلمة حرفا صحيحا، يعني ليس واوا مدية، ليس ألفا مدية، ليس ياء مدية، فإنه يسكن حتى الآن، مفتوح، مكسور، مضموم. حرف مد يأخذ حقه حركتان ليس إلا، آمنوا وعملوا مثلها تماما. هيا نصل لنتعلم كيف نقف، كيف نصل. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التاء في كلمة الصالحات مكسورة، ولكني لأنني وقفت، فالأصل عندما أقف أن يكون الحرف الأخير واضحا وساكنا. ما معنى واضح؟ أي أسمع التاء، الصالحات. وكذلك ما قبل من حرف المد أقلها حركتان، الصالحات، هكذا. ثم الكسرة لا ألفظ بها، وإنما أجعل التاء ساكنة، الصالحات. إذن القاعدة: إن كان آخر الكلمة حرف صحيح مرفوع، يعني التشكيل فوقه ضمة، أو منصوب، يعني التشكيل فوقه فتحة، أو مكسور أو مجرور، يعني تحت الحرف الأخير كسرة، فإن هذه الحركة تنزع لفظاً ويوضع مكانها السكون عملياً كما سمعنا. هكذا الصالحات، أكمل، الصالحات ويزيدهم. إذن جاءت الكسرة في التاء حينما وصلت، اسمع، ويزيدهم الصالحات ويزيدهم. جميل. الميم معي ساكنة، يأتي حكم وهو إدغام، فانتبه، ويزيدهم من، والنون هنا ساكنة وسيكون الحكم إخفاء، من فضله. يأتي حكم جديد وهو: كان محل سؤال حلقة اليوم آخر حرف معي هو الهاء، وهذه الهاء لها حكم خاص أوجزه لك تفصيلا بسيطا. لو نظرت في كتاب الله وجدت هذه الهاء قبلها حرف محرك وبعدها حرف محرك. إن وقعت الهاء بهذه الطريقة التي أمامك كما في كلمة من فضله و، فعليك أن تراعي إسكان الهاء وقفا وبيان حرف المد الواقع بعدها وصلا، ولكننا سنقف وسيأتي مثلها في كلمات أخر في بقية الآيات. نقف: من فضله، غنة الإخفاء والترقيق والتفخيم لا يخفى عليك. والكافرون لهم عذاب شديد. أتيت بالجملة لأن التمرين في الجملة الأولى كان كافيا، وأظنه أصبح واضحا لماذا أسكن الدال في كلمة شديد. أسكناها مع أنها منونة ومرفوعة لأن الأصل في الوقف السكون، ولكن سؤال: ما سبق كان من ضمة واحدة، كان من كسرة واحدة، كان من فتحة واحدة، أما كلمة شديد فإنها منونة. إذن ماذا سمعت مني عمليا بين المنون وبين المحرك؟
سمعت أن الإسكان في كلاهما واحد، يستجيب شديد. إذن نون التنوين تحذف من الكلمة، وهذا أمر أضفه أنت عمليا إلى معلوماتك في أصل الوقف بالإسكان. الآية الثانية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن، وقفت مضطرة، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معنى هنا ما يلي: واحد، ولو بسط الله، الترقيق والتفخيم، الباء السين ترقق، الطاء مفتوحة تفخم، وبعد الطاء لام لفظ الجلالة مفخمة، ولو بسط الله، وبعد اللام الألف تابعة قبل الهاء ثم الهاء من لفظ الجلالة ترقق، هكذا بكل لطف بدون تكلف. ولو بسط الله الرزق لعباده، إذن من هاء لفظ الجلالة إلى اللام التي أدغمت في الراء، ولاحظ أنها مشددة وأنها مكسورة، إذن فهي مرققة. ولو بسط الله الرزق لعباده، الزاي لا تحول إلى حرف آخر، القاف مفتوحة مفخمة، فانتبه لدرجتها، وليست الدرجة في القاف كالدرجة في الطاء، لا، الطاء أقوى، فانتبه. لعباده حينما وقفت مضطرا هو الحكم بعينه كما في سؤال الحلقة، من فضله لعباده، ولكن ليس بمحل وقف، سأصل. لعباده لبغوا، هاء في الوقف، ياء طبيعية ممدودة مدا طبيعيا في الوصل، فانتبه. لبغوا التفخيم والترقيق مرة ثانية، اللام ترقق، الباء، الغين بعد ذلك مفخمة، الواو اللينة، فانتبه. لبغوا في الأرض ولكن، ولكن ينزل بقدر، انتبه للإدغام وانتبه للزاي المشددة، ينزل بقدر وليس بمحل وقف، بقدر ما يشاء. مد متصل عارض للسكون، لماذا التفصيل؟ حتى لا تلتبس عليك بما سبق عن قرب، فإن يشأ الله، وإن أردت فانظر إلى محل الهمز في يشاء، وإلى محل الهمز وموطنه في كلمة يشأ. هنا في كلمة يشاء الهمز على السطر، أما في كلمة يشأ فالهمز تحت الألف التي بعد الشين، فانتبه. إنه، أي لأنه تعليل، إنه بعباده، بعباده خبير، خبير بصير، انتبه وتعلم كيف وقفنا. الأصل في الوقف السكون. الآية الأخيرة: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والنون مفتوحة للجميع، فانتبه. والمطر لا يسمى غيثا إلا إذا نزل وجاء بعد جفاف. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، التفخيم والترقيق،
الإخفاء الحقيقي، التماثل الكبير رحمته عند الوقف ولو وصلت، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولكن الوقف أولى فانتبه، وهو الولي الحميد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، اللهم آمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وما تعلمنا. هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين التواصل عبر الهاتف، وأرجو أن التلاوة تكون تلاوة تعليمية. معنى إيه تلاوة تعليمية؟ أن إحنا بنعرض التلاوة على الشيخ عشان يصحح لنا. وأول حاجة هنعملها هنخفض صوت التلفزيون حين التلاوة، ونرعى السمع كده للشيخ خالد، على أساس لو نبهنا لأي حاجة ندرب اللسان عليها. بدايتنا مع الأستاذة أمل والأستاذ محمد من القناة. اتفضلي يا حاجة أمل. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بالراحة كده. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل بالغيث. المد الطبيعي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، جهد مشكور يا حاج أمل، ما شاء الله جميل. فتح الله عليك يا حاج أمل، اتفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. من فضله. حضرتك بتقول من فضله، لا هي من فضله. ممتاز. والكافرون لهم عذاب شديد. عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لا مركنش على الواو ومداش كده شيء من المد، لا لبغوا في الأرض. أيوة. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته
وهو الولي الحميد. جميل. والأجمل بقى لو راعينا الرواية وهو هكذا. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد، جميل، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا للأستاذ محمد والحاجة أمل. وهنروح لأم محمد من القرى. اتفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قنطوا القاف القاف منها حضرتك؟ أيوة، أخلي بالي منها وتفخمها. قنطوا قنطوا، أيوة كده. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، تلاقي طيب، ربنا يبارك فيكي. الله يفتح عليك يا ام محمد. نروح البحر الاحمر مع ام كريم. اتفضلي يا لا ام وائل من البحر الاحمر. اتفضلي يا ام وائل. حاجه ام وائل، اعوذ بالله. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدون لهم عذاب شديد. الحاجة أم وائل، أيوة. اسمع الشيخ الله يبارك لك. الدال في كلمة يزيدهم مضمومة، ويزيدهم ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، جهد مشكور، ربنا يبارك فيكي. شكرا لك يا موائل، نورتينا. هنروح لأم كريم من الجيزة. حاجة أم كريم اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله بسط الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك يا أم كريم. الله يفتح عليك يا أم كريم، موفقة إن شاء الله. نروح للحاجة أم سامح من بني سويف. أمي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابني. اتفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فهو الولي الحميد.
بيده. جميل يا أم سامح. وفي أجمل بقى لو خلينا بالنا من الراء المضمومة في الكافرون تفخم، والطاء في بسطة، وكلمة بصير الراء عند الوقف. الله يفتح عليك يا أم سامح. شكرا جزيلا للحاجة أم سامح من بني سويف. هنروح اسكندرية مع أختنا سحر. اتفضلي يا أستاذة سحر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خاء فتحة خاء خبي خبير بصير. أيوة كده. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر وهو رح الولي الحميد. غنة الإخفاء. وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مهد مشكورة ببارك فيك. شكرا جزيلا للأستاذة سحر من اسكندرية. هنروح المنيا مع الأستاذة حبيبة. تفضلي يا أستاذة حبيبة. حاجة حبيبة. طيب للأسف الاتصال انقطع. عود الاتصال تاني معنا الحاجة سهير من القرى. حاجة سهير سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا فندم. تفضلي. أهلا بك يا ابني. بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كمان مرة كده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ممتاز. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كمان مرة. نعم. كمان مرة. ولكن. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خاء فتحة خاء تبقى خاء. خبير بصير. تمام. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله اللي قلناه نفذتيه تمام يا حاجة سهير. الله يفتح عليك. ممتاز. الله يبارك فيك. شكرا للحاجة سهير. شكرا لك يا أمي على اجتهادك. هنروح للأستاذ عبد العزيز من أسوان. أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
إنه بعباده خبير خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله تبارك الله، طيب ربي يبارك فيك. الله يفتح عليك استاذ عبد العزيز، ما شاء الله عليك. نروح لحاج عطيات من القاهره، اتفضلي حاج عطيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر مش بقضى، بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، جهد مشكور، ربنا يبارك في الحاج عطيات. شكرا جزيلا للحاج عطيات، ما شاء الله يوم اتفوقت على نفسك، بارك الله فيك. هنروح الحاج سلامه وام عبد الله، اتفضل اعمل الحاج سلامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك. شكرا ليك يا عم الحاج سلامه. اعزائي المشاهدين، ام عبد الله هنسمعها لكن بعد الفاصل دوت، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الشورى من الآية 26 إلى الآية 28. إحنا استمعنا أعزائي المشاهدين قبل الفاصل لعم الحاج سلام، هنروح الحرم المصون حاجة أم عبد الله نسمح. تفضلي يا أم عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أخلي بالي من الدال، بقدر ما. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما شاء الله، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك. الله يفتح عليك يا ام عبد الله. نروح لام علي من جيزه، حاجه ام علي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. يا أم علي، نعم، حضرتك ما تجيشي على نفسك، يعني قولي ورايا كده، وزي ما هقرا هقولك بس اول جمله وهتكملي حضرتك انت الباقي. حاضر. بس قلديني يعني، ماشي؟ حاضر. ويستجيب الذين امنوا. ويستجيب الذين امنوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. ممكن بقى تكملي كده؟ والكافرون لهم عذاب شديد. لا، احنا ما عملناش كده. عذاب شديد. مش قصدي كده يا امي، انا قصدي النفس. يعني حاضر. والكافرون لهم، وقف واخد نفس حاضر. كويس حاضر. بعدين لهم عذاب شديد. والكافرون لهم عذاب لا يا أم شديد. مش كده. لهم وقف وأخد نفس وبعدين أبدأ. لهم عذاب شديد. حضرتك بتعملي إزاي؟ والكافرون لهم عذاب. لا صح. دي لأ يا أمي. حاضر. أنا بقول لك الصح، وامشي على قد صح نفسك. صح. لا صح. اتفضلي يا أمي. الله يفتح عليك وعليك يا أمي. ولو بسط الله الرزق لعباده. لا، نفسنا انتهى عند كلمة الرزق، نقف عندها. ولو بسط الله الرزق. جميل. أيوة كده. لعباده. أيوة. لبغوا في الأرض. جميل. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. احنا اتفقنا نمشي على قدنا. ليه كده يا أمي؟ احنا اتفقنا بالراحة، واحدة واحدة. ها كمان مرة. ولكن ينزل بقدر. لا يا أمي، النفس خلص عند كلمة ينزل. ولكن ينزل. أيوة. ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده لا ما ينفعش. بعباده. أيوة. خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث. لا، اتعلمنا ايه؟ ها؟ ينزل الغيث. ايوة. من بعد ما قنطوا. جميل. وينشر رحمته. جميل. وهو الولي الحميد. أيوة. أنا عايز بعد كده كل ما أسمع أمي الحاجة أم علي تقرأ بهذه الطريقة، ده ما ناخدش إيه نفس ونكمل بسرعة. لأ، تنظيم النفس ده شيء مهم جدا، ده رقم واحد اتعلمناه النهاردة، فرجاء نستمر عليه ونتدرب حتى في قراءتنا العادية، عشان لما نيجي المرة الجاية ناخد حاجة جديدة. حاجة أم علي ربنا يبارك فيك، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك يا أم علي. شكرا للحاجه ام علي، وتحيه من القلب لحضرتك يا ام على اجتهادك، وارجوك ان انت تركزي مع فضيله الشيخ خالد، لان تنظيم النفس وان انت تمشي على قد نفسك هيخليك تطبقي الاحكام احسن بكتير، وهيدي فرصه للعقل عشان التدبر. هنروح للاستاذ عمر من القاهره. استاذ عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالراحه بقى كده استاذ عمر، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله. وكافرون لهم عذاب شديد. لا لا، الجمله الاخيره دي كانت بسرعه، انما اول جمله كانت جميله جدا. وكافرون لهم عذاب شديد. لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. فهو الذي ينزل بغيث من بعد ما قنطوا ينشر رحمته وهو العلي. لا لا، اخر جمله كده. وينشر رحمته بالراحه. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لسه اخر جمله يا سيدنا. الله يفتح عليك يا عم الشيخ عم، في احسن من كده، ربنا يبارك فيك. شكرا للاستاذ عمر. هنروح لاسكندريه مره تانية مع الحاجه منال. الحاجه منال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا جميعا الآن تحية وصلاة وسلام. صلوات الله وسلامه عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر ما يشاء. يشاء أقل حاجة أربعة. عشان نفس الحرف. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. جزاك الله خير، جهد مشكور. شكرا للحاجة منال. ختام الآن أعزائي المشاهدين مع الحاجة عصمت من القرى. تفضلي يا أستاذة عصمت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الراء ترقق. الرزق لعباده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. جهد مشكور، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا للأستاذة عصمت من القاهرة. كان أعزائي المشاهدين هذا خير ختام لحلقة اليوم. أتقدم خالص الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. وإلى لقاء الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.